حاتم سم. أنا في خاطري كلام أودعهم فيه بس يبدو أنه أنا غير قادر على صياغة هذا الكلام، وأنت رجل تقرأ إحساسي وتفكر بما أفكر فيه بطريقتك يا أبو حاتم. لضيوفنا المتواجدين أخوي فيصل وأستاذنا خالد وأخوي خالد. سلام يا رفحة، سلام في سلام، سلام يا رجال الكرم ولا سلوم، دائما الرفحة تبيرنا المقام، متفوقين في الكرم طيب العلوم، نصيبهم بين العرب راس السنام، شفق اسمهم دايم من أكبر القسوم، فيها الجمعية تشتغل طول الدوام، جمعية الأيتام جمعية رؤوم، جمعية تقوم في خدمة أيتام، ما قصرت في كل ليل وكل يوم، تكفوننا بغد دعمكم وانتم كرام، جودوا عليهم من فضل رب الرحوم، تكفون نبغى دعمكم وانتم كرام، جودوا عليهم من فضل رب الرحوم. سبحانه. شكرا يا ابو حاتم، يعطيك العافيه، جزاك الله خير. الاذان يا اخوان. اي نعم، اذن يا ابو علي، وانا ابو ضيوفنا احب